أداء الدفاع الأهلاوي الآن، محاولة الضغط على حامل الكرة وعدم فسح المجال للوصول إلى المرمى، وهذه رمية 7 أمتار. قطراوية الآن في محاولة لاسترجاع فارق الهدفين. حمدون محاولة المراوغة، التصويب والتصدي من قبل الحارس الأهلاوي، قنصوا الفارق وبسرعة يرد الأهلاوية للقطراوية، يلا عمقوا الفارق، والرعونة حاضرة بقوة من هنا وهناك، يتواصل نفس المشهد. تسديدة كانت سهلة من عمر ياسين على الحارس حمزة بالريش، ويعود الامتلاك أخضر اللون أهلاوي. نتحيل الريال العربي كلهم يترصدون عثرة وكراوية، تلعب الكرة من عمر ياسين، تبيب اللعب السلبي، حمزة بالريش يتألق ويتصدى لهذه الكرة. فاست بريك نموذجي مثالي، الروح قتالية حاضرة الآن، وحقيقة تحول وانتقال سريع على المستوى الهجومي من حسين قهوجي. التمريرات في انتظار إيجاد الثغرات والفجوات، ياسين زعتير، عمر ياسين، محاولة المراوغة، التمرير من عمر ياسين، أوه يا زعتير، تعود الكرة لوكا بينديفيتش، الامتلاك لا يزال على حاله، أصفر عمر ياسين، الأخضر عمر ياسين، التمرير لنزال القروي، أوه يا نزال، تضيع ياسين زعتير في الامتلاك، نزال يستعيدها، يستبسل ويقاتل ويناضل على هذه الكرة وتعود للكتيبة القطراوية. قهوجي، وبالتالي إمكانية فارق الهدفين الآن القطراوية، إن سجلت حمزة بالريش في التصدي، لكن ياسين زعتير يتمكن من الحصول على رمية 7 أمتار، نعم، لأنه استبسل وبحث عن هذه الرمية. في أداء الكتيبة الأهلاوية على المستوى الدفاعي، حمدون، التصدي من حمزة بالريش، تعود الكرة، دخول في المنطقة، تعود لمصلحة فين، تضيع الكرة وتعود قطراوية، إمكانية تعديل الكفة، البوي إلى حمدون، عمر ياسين في المراوغة، نزال القروي، التصدي من قبل الحارس حمزة بالريش، تعود أهلاوية، هجوم معاكس جيد للغاية، يأتي بفارق الهدفين، نعم مشاهدينا الكرام، 14-12 نحو عمر ياسين، يتم تحييد الأخضر، حمدون، تمريرة ممتازة ذكية، والمميز كان حمزة بالريش من خلال هذا التصدي البطولي، وبالتالي يمنح زملائه، باحث عن الجناح لكن التألق من قبل الحارس بوزو سوبوتيتش، ومن الجهة الأخرى يرد عليها الحارس حمزة بالريش، تمريرة ممتازة يا حمزة، ممتازة، وتصنع هذا الهدف، الهدف 16، انتقال هجومي جيد على لقبه، أم أننا سنشاهد بطلا آخر لهذه النسخة. مضى ثلث توقيت شوط المباراة الثاني لهذه الموقعة، ولا تقدم أهلاوي بفارق هدفين وإمكانية أن يتسع الفارق إلى 3، وضعية بلاس 3 وضعية جيدة للغاية لبلال مرارحة، يبحث عن بيجاري، أصر الحاحا أن يمرر البيجاري، ضاعت الأولى الثانية خلاص، لابد من التركيز، هذا نزال القروي كان بالإمكان أفضل مما كان يا نزال، ضاعت فرصة تقليص الفارق، وتعود المحاولة من جديد، ما تتحرك إلا وأوجد الحلول لزملائه، وبالتالي يتم تحييده. أوزبكي ورمية 9 أمتار، ياسين زعتير في تنفيذها مع تنبيه باللعب السلبي، حمدون، حمدون إلى ياسين زعتير، لم ينجح في مواصلة التألق لأنه خطف ليش، ماذا تفعل، ماذا تسرع يا عبدالله، ماذا لمصلحة القطراوية،
تلعب الكرة برمية 9 أمتار. عمر ياسين محاولة تعود من جديد للكتيبة الأهلوية، أقل من دقيقتين.